Hi guys, in today's video inshallah احنا هدرو على 6 things every photographer needs. 6 حوايج كل فوتوغراف يحتاجهم. شوفوا هاد صالح ماشي لازم، يعني ماشي لازم يكونوا عندك، ولا ما كانوش عندك سمعت ماشي فوتوغراف ولا نو ماشي هكاك، بصح دو بريفيرونس يكونوا عندك. من الاحسن كي تجي تشري وتانفيستي في الماتيريال تبدا بهذا الصالح. So let's get started. The first thing اللي نوصي كل فوتوغراف يشري بيسك راح يساعده هو the tripod ولا تريبي ولا الحامل الثلاثي اللي هو هذا، ويطوال منه بعد نوريه لكم. الحامل الثلاثي عاونكم بزاف شي طويلة كنتو ديروا تصوير طبيعة ولا ديروا long exposure ولا بغيتو تفيلموا فيديو ولا بزاف 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 حوايج يقدر يساعدكم فيها تريبي. سو انا اليوم مانيش دايره تريبي، راني دايره فوق الكتوبه، راني دايره الكاميرا فوق الكتوبه كاع. anyway تريبي يساعدكم بزاف، وكاين لي بري تاعهم كاين الرخاص كذا زعما كاين 400 وكامل، بصح كاليتي عيانه. سو تريبي تشروها على حساب الكاميرا تاعكم، ثاني كيما الكاميرا تاعي ثقيله تريبي رخيص ما يرفدهاش مليح. سو لي تريبي يبداو من 500 الف وطلع، كيما هذا شريته 500 يبدو من 500 وطلع حتى مليون زوج ثلاثة عشرة وطلع، ما عندهمش حساب. الحاجة الثانية اللي ماذا بيكم تكون عندكم وهي لي باتري، ماشي لا باتري، لي باتري ماذا بيكم يكون عندكم كثر من 1 باتري. سو كل ما يكون عندكم لي باتري بزاف كل ما مليح. صح في الأول عندك كاميرا عندك باتري وحدة نورمال تقدر تعيش بها، تقدر تمشي بها، تقدر تخدم بها، بصح راح تصعب عليك الامور خاطر قادر طيح لك الباتري في نص الخدمه، قادر تنحرق، قادر تخسر، قادر تودرها، قادر تصرى 100,000 حاجه وتروح منك الباتري. سواء على الاقل يكون عندكم باتري واحده اخرى زياده، سورتو الى تخدموا راكم تخدموا از فوتوغرافرز ماشي غير كهوايه. سو ننصحكم تنفستيو في لي باتري تلقاهم ب 400,000 600,000 800 على حساب لا مارك تاعكم والكاميرا تاعكم، وعلى حساب الباتري اسكو دوريجين ولا اوريجينال ولا نو. سو يا الحاجه الثالثه اللي ننصحكم تانفيستيو فيها هي دي ميموري كارد، لي كارت ميموار. لي كارت ميموار ما تقدرش ديروا فيهم كونفيونس، ينحرقوا في نص الخدمه، يتودروا، يتعمروا، ما تلقاهمش، تقدر تصرى لك اي حاجه. سو قد ما يكون عندكم دي كارت ميموار بزاف قد ما مليح، بصح نوصيكم حاجه ما تشروش اي كارت ميموار وصايي يمشي خرده، شرو حاجه مليحه كلاس 10 فور اكزامبل، انفيستيو فيهم بالك يجيكم غاليه شويه، ولا نقولوا باغ اكزامبل 16 جيجا بالك تلقاها بكاش 500,000 ولا تكون كلاس 10 100 ديسك زعما، بصح نورمال راكم راحين تستعملوها لايك فور لايف تايم ولا استحبوا. سو انفيستيو في لي كارت ميموار اتليست يكون عندكم زوج توب زعما، ولا واحدة 64 جيجا وواحدة معليش اسيدي لو كان غير 8 جيجا ولا that would be perfect. So the third thing is memory cards. الحاجة الرابعة اللي هي the laptop ال PC. أراني عجزت لنجيبو. anyway ال PC ضروك ما تقدرش تكون فوتوغراف وتخدم وانت ما عندكش PC. علاه؟ أول حاجة الإيديتين خلي يكون جو نهضرو عليها، والثاني حاجه اللي هي حاجه مهمه جدا تحق بلاصه وين تحط لي فوتو تاعك، تحق بلاصه وين تورغانيزيهم، وين تخدم، وين تخدم. سو يو نيد لابتوب، ومن بعد في هذا اللابتوب راح تطلعوا دي لوجيسيال. ويتش برينجز مي تو ذا فيفث بوينت واللي هي ادوب لايت روم. الحاجه الخامسه اللي تحقوها اللي هي برامج التعديل، كيما انا نستخدم ادوب لايت روم. ولا كنت في فيلم ميكر راك تستخدم ادوب بريمير برو اند اذر ثينكس. المهم سو تحقوا زوج حوايج يمشوا مع بعضهم اللي هما اللابتوب وبرنامج تعديل اللي فيه اللي هو ادوب لايت روم، فور مي از ذا بيست. الحاجه السادسه والاخيره واللي هي ذا باج، ما تامنونيش حيت ناقص عليكم. بون ماشي لازم تكون كبيره كيما هذه، بصح تحقوا بلاصه وين تحطوا الماتريال تاعكم، كاميرا تاعكم، لانسيس تاعكم، هاد صوالحكم تشروهم غاليين. من الافضل تنفستيو في ساكادو كيما هكا ولا صغير عليه ولا حتى لو كان بورشيت، تنفستيو فيهم باش تحافظوا على الصوالح تاعكم ما يتخسرولكمش وما يتخبشولكمش. انا كيما هذه شريتها 800,000 باسكو جايه مقسمه من الداخل، درك نوريكم فيديو كيفاش دايره من الداخل. شريتها 800 وكاينين كاين 400 كاين 500 كاين بمليون كاين بزوج، على حساب تشريش على حساب انت شحال عندك ماتريال. النقطة السابعة والأخيرة واللي هي بونيس من عندي، الصبر. تستحقوا صبر أكثر من كامل هذا الصوالح، لازم تصبروا على
لي فوتو باش يخرجوا شابين. لازم تصبروا على روحكم باش تتعلموا، لازم تصبروا على الناس واللي كليون اللي تعاملوا معاهم. سو الا ما كانش عندكم صبر ما تشوفوا حتى حاجه من هذا الصالح. اصبر تعلموه كيما انا ما نصبرش حتى تعلمت. anyway ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم. هادو كانوا 6 صوالح اللي يحتاجهم المصور واللي راح يعاونهم بزاف، وهذا ممكن.